هلو هلو بلش حروق دوليب من هلا. اسمك وعمرك؟ عباس عجاج حسين علي موسى جعفر. هلو انت ال 22 سنه. هلو شو بتقرب شداني علي حسن؟ شداني ابن عمته لابوي. طيب ليك عباس، اذا بنعطيك شيء هيك هلا بقول لك شو في شيء عم بيصير وراك، شيء حدث عم بيصير، فيك تخبرنا شو؟ حرق دوليب هلا وانت نازل مراسل، اوكي عم تغطي لنا حرق دوليب قطع الطرقات على طريق المطار. مذيع بدك اياه؟ ايه مذيع. ايه مذيع. اي اذاعة بس عبد. على وين بدك؟ على الاو تي في. لا ما بدي على المنار. ايه منار. لا اه لحظة، على الاو تي في لا، على المنار. على التلفزيون. ايه يلا. لأنه يعني معروف لمين اثنيناتهم، بس المنار يا خيي عشان ما حدا بيحضر علي، لا سمح الله إذا حطوا علي ما حدا بيعرف. اوكي. يلا. ما في شيء على طريق المطار. مين قالك انه في شيء على طريق المطار؟ لا ما في قطع طريق. لا والله كل... لا والله منيح كله منيح. هالصب بعد يا كثير اهبل يا عبقري، ما يعني ما في خط ما في خط، بس على الارجح عبقري انا هذا اللي عم. ليك طيب شو بدنا نعمل فيك ما؟ ليك انا بدي انت بدي اشوف انت ما عندك مشكله، بدي انا بدي اياك تخوت يعني شو ما بقول لك هلا بدك تعمل ماتش رانه جبار 100 100 بطيء شوي ايه بدل ما تكون قديه مستعد تعمل قصص لحتى تاخد هالورقه هاي اللي بدنا اياه يلا 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 عم تحددني يا حلا ما عندك اعملها ملا يلا ما تهددني هاي اللي هون ملا بوكس مان ما تهدي نزال بوكس اوكي ما مش ايوه انا هون كنا بدنا نشوف على الاشاره احكي على البيفاف يلا على الاشاره ايه هون هون ايه يلا عم الصرصور شو هو الشيء اللي بيخلي البنت تروح تجني جنونها اذا كنت زهقان منها بدك اياها تروح من وجهك بدك اياها ما تعود تشوفك ابدا اذا حدا زعجك من عائلتك كانه اختك ولا امك ولا خالتك ولا بدك تكحش حدا من عندكم من البيت، إذا بدك تقعد لحالك ما حدا يقرب عليك، ما إلك إلا تكب البيف باف برا وتحط لك 20 صرصور، وقد ما فيك راعي ظروفهم، هيدول كائنات حية، الله خلقهم يعني إلهم إفادة، مش إنه لقينا صرصور بدنا ندعسه، بدك دعس أنت بالسرمية، وبدك دعس كمان بالسرمية مرة تانية إنك عم تروح تشتريه، ولما نشوف دعاية على التلفزيون إنه فيها بيف باف، بليز كسر التلفزيون!